أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله.
واحد اثنين ثلاثة نشيد. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. نلنا به طول المدى نصرا على كل العداء. نلنا به طول المدى نصرا على كل العداء. يا سرنا أن يفتدى بالروح منا والمقلب. يا سرنا أن يفتدى بالروح منا والمقلب. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا. طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا. زلت به أتراحنا فهو الرجاء والأمل. زلت به أتراحنا فهو الرجاء والأمل. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا وذي
وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله العظيم. واحد اثنين ثلاثة نشيد. ضادا سموني فانتبهوا، ما من حسناء تضاهيني، إن شئت العشق فلا حرج، بل عشقك مهر يكفيني. ضادا سموني فانتبهوا، ما من حسناء تضاهيني، إن شئت العشق فلا حرج، بل عشقك مهر يكفيني. الدنيا تهدى من نوري، من بيت الله إلى صيني، وجماني عد كما قالوا بثمان بعد العشرين. الدنيا من نوري، من بيت الله إلى صيني، وجماني عد كما قالوا بثمان بعد العشرين. بكتاب الله على شأني، وكتاب الله سيحميني، وأنا قد سنت له آية، بل كنت وعاءً للدين. بكتاب الله على شأني، وكتاب الله سيحميني، وأنا قد سنت له آية، بل كنت وعاءً للدين. خلق الرحمن لنا كونا، بفصيح الكاف مع النون، في الجنة ربي ناطقني، ولسان للحور العين. خلق الرحمن لنا كونا، بفصيح
ربي ناطقني ولسان للحور العين. فافخر بالفصحى يا عربي واغضب من قوم عادوني. فافخر بالفصحى يا نصري واغضب من قوم عادوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإن لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم.